صوت جرين بيس موقع منه انطلقت حملة التوقيع على عريضة تطالب بحماية السواحل المغربية من الصيد الجائر، صيد بالشباك الغير القانونية وأحيانا باستعمال المتفجرات، ما يتسبب في نفوق العديد من الأحياء البحرية. من الفنادق تعبأ نشطاء حماية البيئة من أجل عريضة ستوجه إلى الجهات المسؤولة. صديق بن زينة وفاضل سعدوني من فنيدق. هي حملة للتوقيع على عريضة تطالب بحماية الأحياء البحرية انطلقت من مدينة الفنيدق وعلى موقع صوت جرين بيس. نشطاء بيئيون يطالبون من خلال هذه العريضة بتكثيف مراقبة مراكب الصيد البحري التي تخالف قوانين الصيد الرشيد من خلال استعمال شباك غير قانونية واستعمال الفخاخ وكذلك الصيد بالديناميت الذي يتسبب في نفوق العديد من الأحياء البحرية. قمنا بتقديم عريضة على منصة صوت تابع للمنظمة الدولية جرين بيس، وذلك من أجل مطالبة وزارة الصيد البحري بتكثيف جهودها على مراقبة مراكب الصيد التي لا تحترم الراحة البيولوجية للأسماك، وكذلك التي تستعمل الشباك الغير قانونية التي تستهدف الكائنات البحرية وكذلك تستنزف الثروة السمكية. ويواصل النشطاء البيئيون التعبئة عبر حملة التوقيع على عريضة تطالب بتشجيع مبادرات حماية البيئة البحرية للحد من انتشار مخلفات الصيد البحري وخلق محميات بحرية وزرع الشعاب الاصطناعية من أجل إعادة توطين الأسماك وتوالدها واعتماد طرق صيد أكثر استدامة وأقل تلويتا للسواحل. أنا كغطاس كنلاحظ تواجد الشباك بشكل كبير في قاع البحر اللي كتأدي بشكل مباشر للنفوق عدد كبير من الأحياء البحرية، خاصة منها المهددة بالانقراض كالسلاحف والدلافين والحيتان. كجمعية كنلاحظوا بأن هناك طرق اللي ساهمت أيضا في استنزاف الثروة السمكية، منها الصيد بالقنابل وكذلك استعمال بعض أنواع الشباك قرب الشاطئ اللي كتزيد في استنزاف هذه الثروة وكتصطاد صغار الأسماك. العريضة التي يواصل النشطاء البيئيون توقيعها سترفع إلى وزارة الفلاحة والصيد البحرية من أجل التدخل لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية بصفة عامة على السواحل المغربية من خلال تشديد مراقبة مراكب الصيد البحري وزجر المخالفين.